بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نبدأ بقى في التوبيك بتاع دلوقتي، إسر تشانل. ايه بقى حوار إسر تشانل ده؟ تعالوا نفترض دلوقتي ان انا عندي تو سويتشز، التو سويتشز دول كونكتد باكتر من ابلينك كنوع من الهاي افيلابيليتي، عشان لو واحد وقع يبقى فيه غيره موجود. تمام، ده سويتش 1 وده سويتش 2. هفترض ان الانترفيس دي كلها زي مثلا نوعها جيج ايثرنت. هفترض ان نوعها ايه يا شباب؟ جيج ايثرنت. طبعا احنا عارفين ان الديفولت بيهافير بتاع السويتشات ان بروتوكول السبانينج تري بيبقى انيبلد باي ديفولت. فهفترض ان سويتش 1 ده دلوقتي هو الروت. طالما هو روت يبقى كل الانترفيسز اللي عليها هتبقى في حاله ديزيجنيتد. تمام، والانترفيسز اللي قدامه واحد هيبقى الروت والباقي ايوان، والباقي كله هيبقى ايه؟ بلوك. يبقى الداتا ايه؟ هتمشي على ابلينك واحد بس. يبقى انا طلعت بسرعه كام؟ 1 جيج. معنى كده ان الثلاثه الباقيين انا مش بستفيد منهم بحاجه نهائي. تمام، عشان كده سيسكو قامت عامله فيتشر كده اسمه ايثر تشانل. اسمه ايه يا شباب؟ ايثر تشانل. الفيتشر بتاع الايثر تشانل ده بقى، هي على فكره ده مش سيسكو، كل الشركات شغاله بيه. سيسكو شغاله، مايكروسوفت شغاله برده بنفس الفيتشر، اقول لكم النهارده ازاي باذن الله. لينكس نفس الكلام. تمام، الفكره بتاعته ان انا بجمع الانترفيسز دي كلها جوه باندل واحده. جوه ايه يا شباب؟ باندل واحده، بحيث ان انا لما ابعت الداتا تتبعت عليهم كلهم على 4، وبالتالي انا استفدت بسرعه كام؟ 4 جيج بدل 1 جيج. تمام كده، بس برده مش عشان يعني مش عايزين نعيش الدور قوي. الايثر تشانل بيبعت الترافيك اساسا بير ستريمينج. يعني ايه بير ستريمينج؟ هفترض دلوقتي ان انا عندي هنا مجموعه من الاجهزه، نشيل بس اسامي الانترفيس دي كده. هفترض دلوقتي ان انا عندي هنا مجموعه من الاجهزه، جهاز ايه على سبيل المثال، وهفترض ان فور سمبلستي الماك بتاعه وحيد. تمام، وهفترض ان انا عندي هنا جهاز بي، وهفترض ان جهاز بي الماك بتاعه اخره 2، جهاز سي بالنسبه لجهاز سي الماك بتاعه اخره 3، دي جهاز دي الماك بتاعه اخره 4. تمام، هفاجئ بقى ساعتها ان بير ستريمينج الداتا بتاعته بتمشي على ابلينك واحد بس. بمعنى الراوترز، طبعا تعالوا نفترض ان انا عندي كده راوترز، تو راوترز، وهفترض اساسا ان هما كونكتد باكتر من ابلينك ما بينهم يعني، وكان عندي هنا مجموعه من الاجهزه عايزه تبعت داتا برضو هنا لمجموعه من الاجهزه. تمام، لو انا دلوقتي قومت هنا لود بالانس ما بينهم، ايكوال كوست لود بالانس ما بين التو انترفيسز دول. تمام، الراوتر كان بيتصرف ازاي؟ لو الترافيك طالع من الراوتر، طالع من الراوتر ذات نفسه، هيوزع لي فعلا الحمل. بمعنى الراوتر ده ذات نفسه عايز يوصل للراوتر اللي قصاده عنده 100 باكت، الباكت الاولانيه هتمشي فوق، الباكت الثانيه هتمشي تحت، ان سو اون. لكن احنا كنا قلنا قبل كده ان لو الجهاز الترافيك يعني طالع ثرو الراوتر، من خلال الراوتر، الراوتر قلنا مش بيعمل لي ايكوال كوست لود بالانس الا اذا انت رجعته اساسا يشتغل على البروسيس سويتشنج. تمام، لو خليته يشتغل بايه؟ بطريقه البروسيس سويتشنج. ساعتها لو خليته يشتغل بالطريقه دي فعلا هيعمل لي ايكوال كوست لود بالانس. بمعنى ان جهاز ايه عايز يبعت داتا لجهاز بي، الراوتر هيبعت الباكتس بتاعته واحده فوق واحده تحت، واحده فوق واحده تحت. صح كده؟ تمام، لكن بالنسبه اساسا للايثر تشانل لا، الكلام ده لا. بالنسبه للايثر تشانل، تمام، هفترض ان جهاز ايه عايز، انا قلت ايثر تشانل خلاص. تمام، جهاز ايه عايز يبعت داتا لجهاز سي، الترافيك بالكامل هيمشي على ابلينك واحد بس. سي ان ده عنده 100 باكت عايزه توصل لجهاز سي، هيتبعتوا كلهم على الابلينك ده. تمام، جهاز بي عايز يبعت داتا للدي، فهفترض ان الداتا بتاعته مشيت هنا عنده 5 باكت بس، الخمسه كلهم هيمشوا هنا، لكن هنا ال 100 باكت هيمشوا على الابلينك ده. تمام، فنفرق ما بين مصطلحين، مصطلح اسمه ايكوال كوست لود بالانس، ومصطلح اسمه ايكوال كوست لود شيرنج. ايكوال كوست لود ايه يا شباب؟ شيرنج. ايه الفرق ما بينهم؟ ايكوال كوست لود بالانس معناه انه فعليا بيوزع الحمل. لو كان الايثر تشانل بيعمل ايه؟ هو مش بيعمل ايكوال كوست لود بالانس، لكن لو كان بيعمل كده، جهاز ايه عايز يبعت داتا ل 100 يعني 100 باكت مثلا، هيبعت الباكت الاولانيه كده، الثانيه كده، الثالثه كده، الرابعه كده، الخامسه كده، ان سو اون، راوند روبن، سلسله متعاقبه بالترتيب. تمام، لكن لو ايكوال كوست لود شيرنج قلنا بير ستريمينج، وات ايفر عدد الباكتس اللي عنده ايه، هتمشي على ابلينك واحد بس. هتمشي على ايه؟ ابلينك واحد بس. في ناس تقول لي ايه؟ ده ايه؟ البالانس يبقى احسن. لا، ليه بقى؟
لان الايكوال كوست لود بالانس يعني في السيناريو بتاع الراوتنج على سبيل المثال، انا قلت لك قبل كده ان انا مش ضامنه ان الاثنين فعلا يكونوا نفس السرعه، تمام؟ افرض ان الابلينك اللي فوق هنا نفس الكلام على فكره، مش معنى ان هو 1 جيج. ليه؟ افرض ان الكوبر ده مصدي شويه، فاه صحيح الباندويث تحت الانترفيس ب 1 جيج، لكن فعليا مش شرط الداتا تتنقل ب 1 جيج. افرض ان الكوبر فيه مشكله، الكابل فيه مشكله، تمام؟ طبعا ساعتها الداتا مش هتوصل بنفس الترتيب او بترتيب متوافق يعني للديستنيشن. في حاله التي سي بي ماشي اوكي، قلنا هيعمل لي الى حد ما ريسيكونسنج، لكن اليو دي بي مش هيعمل لي ريسيكونسنج، وبالتالي انا لبست في الحيطه، الداتا وصلت للديستنيشن بترتيب مختلف. وضحت كده؟ اذا كان حتى في الراوتنج هاني قلت لكم اصلا انا عن نفسي مش بفضل نهائي ان اوصل لسيناريو الايكوال كوست نوت بالانس، تمام؟ يلا بسرعه جدا، تمام يا شباب؟ طيب نكمل. امال ايكوال كوست لود او اسفل اسم شانل بقى لازمته ايه؟ انا كده استفدت منه بيه دلوقتي. لو انا دلوقتي ما كنتش قومت ايكوال اسر شانل، الترافيك بتاع جهاز اي وبي بالكامل الاثنين هيمشوا من خلال ايه؟ الابلينك ده، تمام؟ فانا افترض ان جهاز اي دلوقتي هو الوحيد اللي قايم، الداتا بتاعته مشيت على الابلينك اللي فوق، وبالتالي حصل على سرعه كام؟ 1 جيج. جهاز بي هو كمان قايم، الداتا بتاعته قلنا هتمشي على نفس الابلينك، وبالتالي الواحد جيج هيتقسم على الاثنين. هيتقسم ايه يا شباب؟ على الاثنين، كل واحد فيهم هياخد نص جيج، تمام؟ لكن لو انا قومت اسر شانل، صدفة الترافيك بتاع الجهاز الاولاني الستريمينج بتاعه مشي هنا، صدفة الترافيك بتاع الجهاز التاني مشي هنا، وبالتالي كل جهاز حصل على سرعة كام؟ 1 جيج، تمام؟ طب انت دلوقتي بتحدد اصلا الترافيك بتاع البي سي هيمشي على انهي ابلينك؟ ينفع. ازاي؟ على حسب طبعا الموديل بتاع السويتش، تمام؟ هنتكلم دلوقتي عن السويتشات القديمة ونشوف دلوقتي وصلنا لايه في العالم بتاع سيسكو، تمام؟ فلو هنتكلم دلوقتي عن الاسر شانل لود بالانس الجوريزم، تمام؟ اغلب السويتشات القديمه كانت بتبص على السورس ميك او الديستنيشن ميك، او سورس ديستنيشن ميك، ممكن تبص على ايوه سورس اي بي، ديستنيشن اي بي، او سورس ديستنيشن اي بي، تمام؟ او السورس بورت، ديستنيشن بورت، سورس ديستنيشن بورت، تمام؟ وفي اكتر من كده دلوقتي، نخلص بس دول نشرحهم ونشوف وصلنا لايه في سيسكو، تمام؟ مش معنى ان انت بتجاوب اصلا يا سلامه ان انت برده مش هتعمل لي القهوه في البريك، انت اللي هتعمل لي القهوه في البريك يا سلامه. ماشي يا سلامه؟ مش هينفع اعمل قهوه وانا قاعد. لا هتعملها انت يا سليمه، نكمل شرح. يلا ياك تقول لي لا خلاص. طيب دلوقتي هفترض ان جهاز اي عايز يبعت داتا لجهاز سي، لو كنت السويتش بتاعي بيبص على الطريقه بتاعه السورس ميك، تمام؟ الاول صحيح انا هنا في السيناريو بتاعي دول كام ابلينك؟ اربعه. كام بت يدوني الاربع احتمالات دول؟ اتنين بت، تمام؟ فالاحتمالات بتاعتهم هتبقى ايه هي؟ صفر صفر او صفر واحد او واحد صفر او واحد واحد. الرقم اللي قدامكم ده بنسميه اندكس، بنسميه يا شباب اندكس. امسكوا لي كده بقى المكات دي وتعالى على اول رقم خالص من ناحيه اليمين حولوه باينري. طبعا احنا عارفين ان اي رقم في الهكسا هيتمثل في 4 بت، الواحد ده هيبقى تمثيله بالظبط، الاثنين هتبقى تمثيلها الثلاثه والاربعه، تمام؟ الاندكس في حالتي كام بت؟ 2 بت. ساعتها اصلا السويتش هيبص على اول 2 بت اصلا من ناحيه اليمين، هيبص على ايه؟ اول 2 بت من ناحيه اليمين. فانا هفترض ان اللود بالانس بتاعي على السويتش دلوقتي ان هو شغال على السورس ميك، جهاز ايه عايز يبعت داتا لوات ايفر سواء سي او دي، السويتش قلنا هيبص على اول 2 بت، وبالتالي الترافيك بتاعه هيمشي فين؟ في اللي ليه نفس الاندكس، في اللي ليه ايه؟ نفس الاندكس. طيب جهاز بي عايز يبعت داتا لوات ايفر سواء سي او دي، تعمل ايه؟ الترافيك بتاعه هيمشي فين؟ في التالت. واضحه كده؟ طب انت دلوقتي اكتشفت ان في لود على ابلينك فيهم، ممكن تعرف كده باوامر على سيسكو، او ممكن ان انت تعرف الكلام ده عن طريق اساسا برامج او فيتشرز ممكن ان انت تفعلها على سيسكو. في طرق كتير بنعرف فيها اليوتيلايزيشن على كل بورت قد ايه، زي مثلا نت فلو مثلا على سبيل المثال،
تمام. المهم تاني، انت اكتشفت ان في يوتيلايزيشن على ابلينك والباقي غير مستخدم، بسيطه قوي، غير اللود بالانس الجوريزم مود. غير ايه اللود بالانس الجوريزم مود؟ بدل ما تخليه يبص على السورس ميل خليه يبص على الديستنيشن ميل، تمام. بحس ان جهاز ايه عايز يبعت داتا لمين؟ هفترض انه عايز يبعت للسي، يبقى دلوقتي السويتش 1 هيبص على اول اتنين بت بس من ناحيه الديستنيشن، يبقى الداتا بتاعت جهاز ايه هتمشي ازاي؟ في الابلينك اللي تحت ده. طب جهاز بي عايز يبعت داتا للدي، الداتا بتاعته هتمشي فين؟ في الابلينك ده. وضحت كده؟ طيب لقيت يوتيلايزيشن عندك على ابلينك والباقي غير مستخدم، غير المود خليه يبص على مين؟ السورس ديستنيشن ماك. السورس ديستنيشن ماك بقى يعني بيعمل دلوقتي عمليه اكس اور ما بين السورس ماك وما بين الديستنيشن ماك. بدل ما نكتب التيبل بايدي تعالوا نفتكره كده بسرعه، اكس اور دي كانت البوابه بتاعه الاكس اور لو حد نسيها. طالما الرقمين اساسا زي بعض بيديني زيرو، طالما الرقمين مختلفين بيديني واحد، طالما الرقمين مختلفين ايه بيديني واحد. فتعالوا دلوقتي اساسا نفترض ان سويتش 1 او جهاز ايه اسف عايز يبعت داتا للسي، اول اتنين بت عند السورس ايه هما؟ صفر واحد. طب عند الديستنيشن واحد واحد، اعملوا لي كده اكس اور ما بينهم هيديني كام؟ ايوه 0 1 هيديني 1، 1 1 هيديني 0، صح؟ يبقى معنى كده ان ايه لما يكون عايز يوصل للسي الداتا بتاعته هتمشي على الابلينك كده. طب لقيت يوتيلايزيشن على واحد فيهم والتاني لا، وعايز ان انت تغير الالجوريزم خليه يبص على مين؟ اول اتنين بت من ناحيه السورس اي بي، يعني يمسك الاي بي يحوله باينري ويبص على اول اتنين بت فيه، او يبص على اول اتنين بت من ناحيه ايه؟ الديستنيشن اي بي، او اكس اور ما بين سورس اي بي ديستنيشن اي بي، او البورت نمبر. طبعا احنا عارفين ان البورت نمبر اصلا بيطلع من اي بورت راندوم، انما الديستنيشن على حسب السيرفيس اللي هو رايح عليها، او يعمل لي اكس اور ما بين السورس والديستنيشن بورت، تمام. لا مش بس كده، تعالوا نشوف دلوقتي اساسا وصلنا لغايه ايه. السورس شانل اغلب السويتشات على فكره، اغلب السويتشات هتلاقيها بتبص على مين؟ دول، تمام. في سويتشات دلوقتي بقى عملوها بص كده بيبص على ايه، ممكن يبص على السورس اي بي ديستنيشن ميك، ميكس ما بين الاي بي والبورت، ميكس ما بين ايه الديستنيشن اي بي مع البورت، الجوريزمز كده يشغلها بحيث ان هو يعمل ميكس ما بينهم، تمام. ديستنيشن بورت تمام، سورس ديستنيشن اي بي تمام، سورس ديستنيشن الماك الاي بي اونلي، في هنا برضو ميكس ما بين ايه سورس وديستنيشن ميكس اي بي بورد، يمسك الاي بي والبورد وايه ويعمل ميكس ما بينهم ما بين السورس وما بين الديستنيشن، تمام. فاللي اقصده ان بصفه عامه اصلا ما بقاش شويه اللي كنا شرحناهم ايام الان ايه، هو اغلب السويتشات شغالين على اللي انا معلم عليهم دول، تمام. لكن كل يوم والتاني بيخترع، كل يوم والتاني ايه بيخترع. هنت كمان، المفترض دلوقتي ان انت تقدر ان انت توصل التو سويتشز اب تو 8 ابلينك، اب تو كام؟ 8 ابلينك، تمام. فلو احنا اتكلمنا دلوقتي على 8 ابلينك يبقى معنى كده رقم الاندكس بتاعي المفترض يكون كام؟ كام بت يدوني 8 احتمالات؟ 3 بت، صح. يبقى مثلا ده كمان هتزود هنا صفر وبعد كده تبدا تحط الاحتمالات الثانيه بس بحط هنا واحد، يبقى ساعتها السويتش هيبص على اول 3 بت مش هيبص على اول 2 بت، هيبص على ايه يا شباب؟ اول 3 بت ويقارن ما بينهم. وضحت؟ اخدتوا بالكم طبعا ان اللي فوق ده ليه اقل اندكس، صح؟ اللي ليه اقل اندكس ده يا شباب ده معناه ان هو بيشيل الكنترول بلين، بيشيل ايه؟ الداتا بتاعت الكنترول بلين، تمام؟ وبرده طبعا الكنترول بلين اللي هو بروتوكول بقى الدي تي بي الاس تي بي الحاجات دي، تمام؟ بلس ان السي دي بي بيتبعت عليهم كلهم. السي دي بي مش بيتبعت على اللي ليه اقل اندكس، السي دي بي ايه؟ بيتبعت عليهم كلهم. طيب ريكومندد في الاسر تشانل ان انت تستخدم دايما بورتات ارقام زوجي، يعني يا ريت اساسا عشان يعمل لك اسر تشانل بطريقه كواليفايد كويسه مش تستخدم لي ما بين التو سويتشز 3 ابلينك، تستخدم ايه؟ 2 4، المهم انه يكون عدد ايه؟ زوجي، تمام؟ بفرض ان الابلينك اللي تحت ده وقع، الداتا بتاعته هتروح فين؟ المفترض ان الداتا اللي هتمشي هنا ساعتها هترول باك على مين؟ الابلينك اللي ليه اقل اندكس، الابلينك اللي ليه ايه؟ اقل اندكس. طب بفرض ان ده كمان وقع، مش ده بس اللي وقع، الاثنين دول وقعوا، تمام؟ معنى كده ان الداتا بتاعته هنا هترول باك على اللي ليه اقل اندكس،
طب ما كده معناه ان الابلينك اللي فوق ده هيشيل كتير صح؟ لا. دلوقتي اتبقى عندي كام ابلينك؟ اتنين. كام بت يديني الاحتمالين دول؟ بت واحد. فيعيد ترقيم الاندكس بحيث انه يخلي لي دي ايه؟ صفر وده واحد. يعيد ايه؟ ترقيم الاندكس يخلي ده صفر وده ايه؟ واحد. وضحت كده؟ تمام؟ طيب. طبعا اللي اقل اندكس ده لو وقع اللي بعديه ده اللي هيبقى مين؟ اللي هيشيل الكنترول بلين مكان. تمام؟ ده ايه؟ تمام؟ طيب تعالوا نتكلم بقى دلوقتي على اللود بالانس مودز. تمام؟ في ناس تقول لي ايه لود بالانس ده؟ ما هو للاسف الامر واحنا بنشغله على سيسكو استاند الامر اسمه لود بالانس، لكن في الواقع هو بيعمل لي ايه؟ ايوه ايكوال كوست لود شيرنج مش ايكوال كوست لود بالانس. تمام؟ طيب في عندي خمسه مود ممكن ان احنا نشتغل اون او نشتغل ديزايربل، ايوه اوتو، او ديزايربل يبقى قصادها اكتف او بس. تمام؟ ايه؟ تقولي؟ اون قصادها اون. تمام؟ اون ده معناه ان انا هعمل له هارد كود للتو سويتشز، انا اللي بايدي هشغل اسر تشانل على التو سويتشز، انا اللي بايدي يا شباب هشغل اسر تشانل على التو سويتشز. لكن ديزايربل اوتو او اكتف وباسيف ده معناه ان التو سويتشز هسيبهم يعملوا نيجوشيشن مع بعض. للدقه ديزايربل واكتف واوتو اسفه معناه اني هشغل على السويتش بتاعي بروتوكول سيسكو بروبريتاري اسمه لينك بورت اجريجيشن، معناه ان هشغل ما بين التو سويتشز بروتوكول اسمه بورت اجريجيشن بروتوكول. اسمه ايه يا شباب؟ بورت اجريجيشن بروتوكول. تمام؟ وده بروتوكول زي ما اتفقنا ايه؟ سيسكو بروبريتاري. لكن لو انا دلوقتي هشغل الاكتف والباسيف ده معناه اني هشغل على التو سويتشز بروتوكول اسمه لينك اجريجيشن كنترول بروتوكول. لينك اجريجيشن كنترول بروتوكول. وده قلنا بروتوكول ايه؟ ستاندرد. تمام؟ هندردش عنه النهارده باذن الله ونعرف التو فيرجنز بتوعه. تمام؟ طيب نقف بقى هنا كده شويه. مين الافضل؟ كل واحد من دول ليه مميزات وعيوب. بمعنى اولا مش كومباتبل مع بعض، لو انت هتيجي على سويتش تخليه اون يبقى اللي قصاده اون، ما ينفعش واحد اون والسويتش اللي قصاده تخليه مثلا بورت اجريجيشن بروتوكول، ما ينفعش. تمام؟ وما ينفعش واحد يكون شغال بالبروتوكول ده واللي قصاده شغال بالبروتوكول ده، يعني ما تجيليش على واحد ديزايربل واللي قصاده تخليه اكتف. تمام؟ طيب نمسك واحده واحده. اون الميزه اللي فيه ان الاسر تشانل فيه بيبقى سريع، لان انت خلاص مفيش نيجوشيشن، مفيش نيجوشيشن ما بين التو سويتشز، انت قومت اسر تشانل على الاثنين زي الفل خلاص. تمام؟ فالميزه اللي فيه ان هو ايه؟ سريع. تمام؟ العيب بقى اللي موجود عندي في الدايناميك ان لما بيحصل نيجوشيشن ما بين التو سويتشز اساسا بيحصل شويه ديلي، بيحصل ايه؟ شويه ديلي. يعني على سبيل المثال بالنسبه للبورت اجريجيشن بروتوكول الاسر تشانل علشان تقوم بيحصل نيجوشيشن ما بين التو سويتشز 15 ثانيه. بيحصل ديلي ايه؟ قمته 15 ثانيه على ما التو سويتشز يبداوا ان هم ينيجوشيتوا مع بعض. تمام؟ انما بالنسبه لبروتوكول اللينك اجريجيشن كنترول بروتوكول كان في منه فيرجن قديم، تمام؟ الفيرجن القديم بيحصل نيجوشيشن ما بينهم 30 ثانيه. بيحصل بعد قد ايه؟ نيجوشيشن في خلال 30 ثانيه. تمام؟ ولو الطرف اللي قصادي مش رد عليا 3 نعتبرها هيلو مثلا، 3 لينك اجريشن كنترول بروتوكول مسج نعتبرها هيلو. تمام؟ يعني قد ايه؟ 90 ثانيه. هيعتبر ساعتها ان السويتش اللي قصاده مش مشغل الاستر تشانل وبالتالي يعمل دروب للاستر تشانل. ظبطوا الدنيا وعملوا فيرجن جديد من اللينك اجريشن كنترول بروتوكول. تمام؟ بقى اساسا المسج بتاعته بتتبعت ثانيه، كل قد ايه؟ ثانيه، يعني نيجوشيتوا مع بعض في خلال ثانيه. تمام؟ بس طبعا ده سبورتد على السويتشز المحترمه، والتايم اوت بتاعه 3 ثواني، والتايم اوت بتاعه ايه؟ 3 ثواني. تمام؟ هنتايه بس كده بسرعه عشان مش انسى. بالنسبه اصلا للبروتوكول ده، تمام؟ قلنا في اثنين فيرجن، اللي سبورتد على الموديل بتاعي ده بنسميه السلو مود، بنسميه ايه؟ السلو مود. تمام؟ وده الاي تريبل اي ستاندرد بتاعه 802.3 اي دي. اي دي. تمام؟ السويتشات الجديده بقت بتسبورت كمان الفاست مود، بس ده بامر، في امر كده تحت الانترفيس هوريه لكم باذن الله. تمام؟ المفترض ان الامر ده بيفعل لي الفاست مود اللي اتفقنا ان التايمرز بتاعته قد ايه؟ بتتبعت كل
ثانية والهيلو وأثر والتايم أوت بتاعه 3 ثواني. وده الاي تريبل اي ستاندرد بتاعه 802.1 اي اكس. 802.1 ايه يا شباب؟ اي اكس. واضحة الفكرة؟ طيب يبقى تاني الاون الميزة اللي فيه ان هو سريع، لسه مش قلنا عيبه. انما الديناميك بصفة عامة عيبه ايه؟ ان بيحصل نيجوشيشن ما بين الاثنين وبالتالي بيحصل ديلي. قمت الديلي ده قد ايه؟ قلنا التايمرز بتاعته هنا 15 ثانية وهنا قلنا على حسب المود اللي انت مشغله فاست مود او سلو مود. واضحة؟ طيب تعالوا نشوف بقى العيوب بتاعت الاون. العيوب بتاعت الاون المفترض قبل ما اقوم الاسرت شانل البورت ده زي ما اتفقنا نوع ايه؟ ديزيجنيتد صح كده؟ تمام؟ طب وهنا؟ واحد روت والباقي لوك. تمام؟ ريكومندد وانا بقوم الاسرت شانل ان انت تعمل شوت داون للانترفيسز الاول. ريكومندد ان انت تعمل ايه يا شباب؟ شوت داون الاول للانترفيسز وتروح على الاثنين تقوم الاسرت شانل وبعد كده تقوم الانترفيس. مش شرط ان انت تروح للتو سويتشز تنزل تحت كل الانترفيسز تقول له شوت داون، كفايه سويتش واحد، لان انك لو جيت هنا مثلا عملت شوت داون اللي قصاده خلاص واقع برضه. ليه بقى؟ افرض ان انا ما عملتش السيناريو اللي قلت لكم عليه ده، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ انا استغبيت وجيت على سويتش 2 الاول قومت الاسرت شانل، انا ما عملتش شوت داون للانترفيسز وجيت على سويتش 2 قومت الاسرت شانل، تمام؟ قبل ما اقوم الاسرت شانل المفترض ان الداتا هنا بيتبعت هنا داتا، نفس الداتا هنا، نفس الداتا هنا، نفس الداتا هنا. كل الداتا بيبقى عليها قيمه اسمها اي دي، قيمه اسمها ايه؟ اي دي. طبعا السويتش اللي قصادي هيستلم الداتا من على الانترفيس اللي هو نوعه روت والباقي هيعمل له بلوك، لانه لو استلمهم كلهم احنا قلنا ده هيعمل لي مشاكل لوب، ده غير كمان ان انا كده الديستنيشن استلم مالتيبل فريم كوبيز، صح؟ مش انا دلوقتي سويتش 1 بيبعت نفس الداتا، نفس الباكت، نفس الفريم من الاربع بورد. واضحه كده؟ تمام؟ واحده منهم هستقبلها والباقي هعمل لها بلوك، واحده هستلمها والباقي يا شباب هعمل لها بلوك. انا جيت بقى على سويتش 2 قومت الاسرت شانل، قومت ايه؟ الاسرت شانل، يعني ده خلاص بقى اب وده اب وده اب. لكن انا لسه مش قومت الاسرت شانل على سويتش 2، على سويتش اس 1. سويتش 1 لو كنت قومت عليه اسرت شانل كان هيبعت هنا فريم وهنا فريم ثانيه خالص وهنا فريم ثالثه خالص وهنا فريم رابعه خالص، واحده على مستوى كل ستريمنج زي ما اتفقنا. واحده على مستوى ايه؟ كل ستريمنج. المهم تاني ان الاربعه ابلينك لو قومت عليه اسرت شانل كان هيبعت اربعه داتا مختلفين، لكن انا لسه مش قومت عليه اربعه داتا مختلفين. فسويتش 1 هيعمل ايه؟ هيبعت نفس الفريم على مستوى الاربع بورد، تمام؟ انا هنا بقى على سويتش 2 هستلمهم كلهم ولا لا؟ ما هو خلاص طالما انا قومت عليه الاسرت شانل بقوم الاربع بورد اب، بقوم الاربع بورد ايه يا شباب؟ اب، صح؟ يبقى معنى كده ان الديستنيشن استلم كذا كوبي من الداتا ونفس المشاكل بقى اللي اتكلمنا عليه. عشان كده زي ما قلت لكم يهمني ان انا اعمل شوت داون للانترفيسز، اقوم الاسرت شانل على الاثنين، لان بعد ما اخلص الاسرت شانل هنا مثلا اول ما اروح اقومها على سويتش 1، سويتش 1 كده هيبعت فريمز مختلفه، هنا فريم وهنا واحده ثانيه خالص وهنا واحده ثالثه خالص وهنا واحده رابعه خالص. وبعد ما اقوم الاسرت شانل اعمل خلاص بقى نو شوت داون للانترفيس. طب لو انت مش عملت كده، سيسكو عندها كونفيجريشن كده اساسا هنتكلم عنها ونعملها عملي النهارده باذن الله، هتحميني من المس كونفيجريشن دي. هتحميني ايه من المس كونفيجريشن دي؟ اسمها اسرت شانل مس كونفيجريشن جارد، هتحميني من المشاكل دي. يعني ايه؟ لو انا قومت هنا اسرت شانل ولسه مش لحقت اجري بسرعه على سويتش 1 واقوم عليه اسرت شانل، مجرد ما سويتش 2 هيديتكت ان الاربعه باكت اللي جايين دول كلهم عليهم نفس الاي دي، عارف كده ان هم نفس الفريم، هيروح موقع الانترفيسز بتاعتي كلها في حاله الايرور ديسيبل. في حاله مين؟ الايرور ديسيبل. وشرحنا الايرور ديسيبل اكتر من مره، تمام؟ فيا اما تاني تعمل شوت داون للانترفيسز تقوم للاسرت شانل. طب لو مش عملت كده، على الاقل تكون سايب الفيتشر اللي اتكلمنا عليه بتاع المس كونفيجريشن جارد ده شغال، لانك لو عملت ديسيبل للفيتشر ده انت كده وش البست في الحيطه في لوب. واضحه؟ طيب ده الميزه والعيب بتاع الاون. يبقى الميزه ان هو سريع، العيب لازم تعمل ديزاين صح عشان ايه؟ مش تلاقي نفسك اتدبست في سويتشنج لوب، تمام؟ بالنسبه للدايناميك بقى، الميزه اللي فيه ان عمره ما يحصل سويتشنج لوب. عمره ما يحصل ايه؟ سويتشنج لوب. ليه؟ لان التو سويتشز مش هيحصل عليهم اسرت شانل الا لما الاثنين يتفقوا، الا لما الاثنين يعملوا نيجوشيشن مع بعض ويتفقوا، تمام؟ العيب قلنا تاني بيحصل شويه ديلي. بيحصل ايه؟ شويه ديلي. وضحت كده؟ تمام.
طبعا في شوية فروق برضو ما بين البروتوكول ده وما بين ده. نخلص بس كده الشرح الاول وبعد كده نشوف ايه الفروق ما بين الاثنين كمان. تمام. طبعا قلنا الفرق الاولاني ان البورت اجريجيشن بروتوكول ده سيسكو لكن الثاني ده اوبن ستاندرد. تمام. طيب نقوم بقى اللاب ده. احنا قلنا نقدر نوصل التو سويتشز اب تو كام؟ 8 ابلينك. انا في اللاب بتاعي هقوم اتنين بس كفايه. تمام. عشان طبعا لاب انفايرمنت انا عمري ما شفت انتربرايز في الدنيا قومت اكتر من 4. اغلب الشركات حتى بتقوم 2 ابلينك. تمام. هوصل تو سويتشز، سويتش 1 سويتش 2. هفترض ان ده اسر 0 اوفر 0 اسر 0 اوفر 1. تمام. ونقوم ما بينهم كده الاسر شانل. لغايه ما السويتشات بقى كده تكون المفترض ان الكونفيجريشن بتكون ايدنتيكال على الانترفيس بتاعتي. بتكون ايه يا شباب؟ على قد ما تقدر تكون ايدنتيكال. بمعنى السبيد هنا مش تربط لي ده ايثرنت واللي تحتيه فاست ايثرنت. الدوبلكس ما يكونش ده هاف دوبلكس وما يكونش ده فول دوبلكس. تمام. في فيتشرز اصلا لو انت مش التزمت بيها الايثر تشانل هتقع. الايثر تشانل ايه؟ هتقع. ايه هي مثلا على سبيل المثال الفيتشرز دي؟ البورت تايب زي ما اتفقنا ما يكونش واحد ايثرنت والتاني فاست ايثرنت. تمام. الدوبلكس، البورت مود. تمام. النيت فيلان لو انت هتقوم لفيلانات مثلا النيت فيلان تكون واحده على الاثنين. تمام. الالاود فيلان ما يكونش الاولاني عليه الاود فيلان معينه والتاني لا. السبيد. تمام. الام تي يو الماكسيمم ترانسفير يونت. اللود انترفال. الستورم كنترول ده احنا مش اخدناه قبل كده. ده فيتشر كده اصلا في السويتشنج يعني احنا مش درسناه مع بعض قبل كده، بس برضو يعني ايه لما نشوفه باذن الله اعرف برضو ان الستورم كنترول لازم يكون واحد على الاثنين. تمام. فعلشان قلت لكم تاني عشان مش تقعد بقى تفتكر يا ترى ايه يا ترى مش ايه، على قد ما تقدر تكون الكونفيجريشن ايه نسخه تبقى الاصل. ما يكونش واحد اكسس والتاني ترانك مثلا. وضحت الفكره؟ طيب عشان كده على قد ما بقدر بقى وانا بعمل كونفيجريشن عشان اضمن ان الكونفيجريشن ايدنتيكال، لما انزل تحت الانترفيسز بتاعتي بنزل تحت الانترفيس رينج، بنزل تحت الانترفيس اي رينج عشان اضمن ان الكونفيجريشن بتاعتي واحده على الكل. تمام. زي ما قلت لكم لو انا هشتغل اون يبقى الصح في الاول ان انا اعمل شات داون واكمل الكونفيجريشن. تعالوا الاول نقوم الاول اللي هو البورت اجريجيشن بروتوكول. تمام. هاجي هنا اقول له شانل جروب. تمام. لو استخدمت الهيلب قال لي طب اكتبي لي رقم للشانل جروب. ايه الرقم ده؟ الاثنين هنا التو انترفيسز دول لازم يستخدموا نفس الرقم، والرقم ده لوكالي سيجنيفيكانت. يعني لو خليته هنا واحد والتاني هنا خليته اثنين مش عندي اي مشكله. تمام. ايه لازمه الرقم ده؟ بنعمل بيه ايه؟ بفرض ان سويتش 1 هنا كونكتد بسويتش 3 بتو انترفيسز مختلفين، يبقى في هنا برضو سويتش وسويتش 1 كونكتد بيه. تمام. فانا هربط الاثنين دول في اسر تشانل اديهم مثلا نفس الرقم واحد عشان الاثنين يبقوا عارفين ان هم باندل جوه نفس الجروب، واجي على التو انترفيسز دول احطهم جوه ايه؟ باندل ثانيه سي مثلا احطها رقمها 2. طيب حاجه كمان، بفرض ان السويتش ده كونكتد هنا بسيرفر سواء السيرفر ده مايكروسوفت او لينكس، تقدر برضو ان انت كنوع من الهاي افيلابيلتي ان انت برضو توصل السيرفر والسويتش باثنين ابلينك باثنين انترفيس. ومن ناحيه السويتش هتقوم لي اسر تشانل تحطه في رقم سي مثلا 3، ومن ناحيه السيرفر هتقوم كونفيجريشن كده بنسميها نيك تيمينج. اسمها ايه يا شباب؟ نيك تيمينج. تمام. النيك تيمينج ده يعني بتيجي على السيرفر توصل عليه كارتين شبكه، قربنا نوصل يدينا ان شاء الله في الام سي سي. تمام. بتيجي على اصلا على السيرفر. تمام. تحط له مثلا كارتين شبكه، وكارتين الشبكه دي عن طريق الكونفيجريشن بتتعامل معاهم كانهم كارت واحد. فلما تيجي تدي اي بي هتدي اي بي للكارت الوهمي اللي هيظهر معاك في النتورك بيسز. وضحت كده؟ تمام. طيب هنت بس كده بسيطه، الفيتشر بتاعنا اسمه ايه؟ الثريد شانل. اسمه ايه يا شباب؟ الثريد شانل. تمام. في مايكروسوفت وفي لينكس قلنا بنسميه نيك تيمينج. الاسم الاوفيشال لاج.
كل شركه بتسميه المسميات اللي على مزاجها صح. سيسكو قلنا بيسميه استر شانل تمام، في شركات تانية برضو بيسميه استر شانل، انما الاسم الاوفيشال ان جنرال لينك، لينك اجريجيشن. لينك اللي يخسر ايه؟ لينك اجريجيشن، اجريجيشن يعني تجميع. وضحت المسميات دي؟ تمام نكمل نقوم بقى ده كده. قلنا يهمني ان الانترفيسز يكونوا ايدنتيكال. سي مثلا هستخدم هنا بورت شانل رقمه 1. لو قلت له دلوقتي بقى مود، عايزه انهي مود؟ مثلا لو انا قلت له دلوقتي هنا ديزايربل، ما اروحش هناك اقول له باسيف، اروح هناك اقول له ايه؟ يا اما ديزايربل يا اما، احنا نسينا اصلا احنا نقول ايه الفرق ما بين دول، ايه كل واحد بيعبر عنه تمام. ديزايربل ده معناه ان انا عندي استعداد اقوم اسر شانل، وانا هروح للقصادي ابدا ان انا اخد خطوات واعرض عليه يلا نقوم اسر شانل. اوتو معناه ان انا عايزه اقوم اسر شانل، بس انا هفضل حاطه رجل على رجل كده مستنيه لما الطرف اللي قصادي هو اللي يجي لي. وبالتالي لو الاثنين ديزايربل يحصل اسر شانل، لو واحد ديزايربل واحد اوتو، ما هو الديزايربل هيروح للاوتو فيحصل اسر شانل، لو الاثنين اوتو مش هيحصل اسر شانل تمام. نفس الكلام بالنسبه لاكتف وباسيف، بس اكتف قصاد كلمه ديزايربل وباسيف قصاد كلمه اوتو. لو الاثنين اكتف هيحصل، لو الاثنين اكتف ها هيحصل اسر شانل. اكتف وباسيف لا أي سوري اصلا هيحصل تمام. لو الاثنين باسيف مش هيحصل اسر شانل، مش هيحصل ايه اسر شانل. واضحه؟ بس زي ما اتفقنا ما تجيليش على سويتش فيهم تشغل بروتوكول والتاني تشغل بروتوكول تاني، الاثنين مش كومباتبل مع بعض، الاثنين ايه مش كومباتبل مع بعض. مش بس كده، ده حتى ده مش احنا اتفقنا ان في اتنين فيرجن منه على حسب الموديل بتاعك بيسبورت ايه تمام. فالديفولت هتلاقيه هنا، لو السويتش بتاعك بيسبورت ان انت تفعل ده ما تجيش على سويتش تخليه شغال على ديمو والسويتش اللي قصاده تفعل الفيتشر الجديد، برضو الاثنين مش كومباتبل مع بعض، الاثنين ايه مش كومباتبل مع بعض. نفس اه بس احنا اتفقنا ان في واحد اصلا بيسبورت بنسميه فاست والتاني بطيء، فما ينفعش تسيب واحد اصلا بيبعت المسج بتاعته كل 30 ثانيه والتاني بيبعت المسج بتاعته كل ثانيه، اكيد مش هيبقوا كومباتبل مع بعض تمام. طيب فانا سي مثلا لو انا قلت له هنا مود، هقول له سي مثلا هنا ديزايربل، هو انا كده حددت البروتوكول؟ لا، بس سيسكو ذكيه في الحته دي، مجرد ما انا قلت له ديزايربل على طول عارف كده ان انا هشتغل على البروتوكول بتاع البورت اجريجيشن بروتوكول تمام. اول لما هضغط انتر ام كريت لي انترفيس وهمي اسمه بورت شانل 1، وقع الانترفيس داون. انا دلوقتي مش عملت شوت داون لان انا شغاله نيجوشيشن، فانا عارفه ان مش هيحصل عندي مشاكل تمام كده. يبقى تاني كريت لي انترفيس وهمي اسمه ايه؟ بورت شانل 1. تعاملنا بعد كده على طول هيبقى من خلال الانترفيس الوهمي ده. يعني على سبيل المثال بروتوكول سبانينج تري مش هيشوف خلاصة الانترفيسز الحقيقيه، هيشوف مين؟ الانترفيس الوهمي اللي هو بورت شانل 1 اللي لامم في قلبه كل الانترفيسز دي. تعالوا نروح نعمل نفس الكلام على السويتش الثاني. انترفيس رينج اسر 0 على 0 لغايه 1 واقول له شانل جروب تمام اي رقم وات ايفر المود. طب انا خليته هناك ديزايربل، نستخدم هنا ايه؟ يا اما اوتو يا اما ديزايربل. تعالوا نجرب اوتو برده زي ما اتفقنا ام كريت لي انترفيس وهمي تمام اسمه بورت شانل 2، ولو صبرنا كده هلاقي فعلا ايه حالات الانترفيسز قامت. تو فيريفاي بقى افضل امر بنفيريفاي بيه شو اسر شانل سامري. افضل امر بنفيريفاي بيه ايه يا شباب؟ شو اسر شانل سامري بيجيب لي المعلومه بصوره بريف اللي انا عايزاها وانتهينا، لان في اوامر ثانيه ممكن نفيريفاي بيها بس بتجيب لي فيري ديتيلد انفورميشن هتوه فيها تمام. طيب اللي يهمني ان انا اشوف الكلمه دي اس كابيتال يو كابيتال. نقرا بقى، انا مشغله جروب نمبر كام؟ واحد، واتكريت عندي انترفيس وهمي اسمه بورت شانل 1، حالته اس كابيتال معناه في الاكواد او في الفلاج اللي فوق معناه ان انا شغاله لير 2 اسر شانل. ايه ده، هو في لير 3 اسر شانل؟ اه هنشوفه كمان شويه باذن الله بعد البريك تمام. يو كابيتال معناه يو ان يوز شغال تمام وزي الفل. مين البروتوكول اللي انا شغلته؟ بورت اجريجيشن بروتوكول، عارف لان انا اشتغلت ديزايربل تمام. والتو انترفيسز اللي عندي بي، بي معناها ان باندل، ان باندل لان ممكن يصير مثلا داون تمام. لا الانترفيسز التو اللي عندي ايه يا شباب؟ ان باندل. يبقى كده الاسر شانل بتاعتي شغاله تمام وزي الفل. زي ما قلت لكم تو فيريفاي مثلا بالنسبه لبروتوكول السبانينج تري ما بقاش عندي هنا اسر 0 على 0 ولا اسر 0 اوفر 1، امال بقى عندي ايه؟ ونظرا طبعا لان السرعه بتاعته زادت عشان كده قلل الكوست عليه. وضحت كده؟ طيب
نقف بقى هنا كده شويه. ترتيب الكونفيجريشن يهمني قوي. بمعنى انا دلوقتي لو كان عندي الانترفيس انا لسه مش قومت استرت شانل، لسه مش قومت ايه استرت شانل، تمام، وكنت كريت او كتبت مجموعه من الاوامر تحت الانترفيسز الحقيقيه، بمجرد ما بتقوم الاسترت شانل احنا اتفقنا ان هو في الباك جراوند بيكريت انترفيس وهمي وبيعمل داونلود لكل الكونفيجريشن اللي كانت موجوده تحت الفيزيكال انترفيس، يعمل لها داونلود تحت الانترفيس الوهمي. يعمل لها داونلود تحت مين؟ يعني تظهر تحت الانترفيس الوهمي. يعني يا امير لو انا قلت له دلوقتي شو رانينج على الانترفيس اثر 0 اوفر 0 هيوريني الكونفيجريشن اللي موجوده هنا، تمام، ولو قلت له شو الرانينج كونفيجريشن على الانترفيس الوهمي اللي اتكريت اللي اسمه بورت شانل 1 هتلاقي نسخه طبق الاصل من الاوامر ظهرت هنا. طالما الاول انت كتبت كونفيجريشن على الانترفيس الحقيقيه وبعد كده كريت ايه الاثر شانل، تمام، لكن بمجرد ما كريت الاسر شانل لو انت كتبت لي اي اوامر بعد كده على الانترفيسز الحقيقيه مش بتريبليكيت، مش بتمونيتور تحت الانترفيس الوهمي، لان اتفقنا خلاص انت انسى خلاص الانترفيس الحقيقيه، فاي كونفيجريشن بعد كده الصح تتعمل فين؟ على الانترفيس الوهمي اللي هو البورت شانل، ساعتها هي اللي بتريبليكيت تحت، هي اللي بتمونيتور تحت الانترفيسز الحقيقيه. يبقى بعد كده اي كونفيجريشن تتعمل فين؟ انسوا خالص الانترفيسز الحقيقيه، هتعمل فين؟ مثلا لو انا قلت له دلوقتي شو انترفيس ترانك، انا مش مقومه ترانكينج خالص، ما قومتش ترانك، الترانك اعمله فين؟ ايوه اوعى تعمله لي على الانترفيس الحقيقيه، يتعمل فين؟ على الانترفيس الوان. فلو قلت له هنا دلوقتي تحت الانترفيس بورت شانل 1 تعالوا نقوم ترانكينج كده، هقول له سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك. لو جيت هنا قلت له شو رانينج على البورت شانل، دي الاوامر اللي انا كتبتها اهي صح، ولو قلت له شو رانينج بس على مستوى المره دي الانترفيس اثر 0 على 0، شفتوا سمع ازاي؟ سواء الانترفيس اثر 0 اوفر 0 او الانترفيس اللي هو اثر 0 اوفر 1، شفتوا سمع ازاي؟ تمام، ولو قلت له شو انترفيس ترانك قومت انا ترانكينج نول اون. وضحت الفكره؟ طيب يبقى الترتيب مهم جدا هنا، تمام. هنتايا كمان دلوقتي احنا كنا قلنا ان كل سويتش دي الجوريزمز بيشتغل بيها صح، على سبيل المثال لو قلت له هنا شو اثر شانل لود بالانس، لود ايه بالانس، قال لي الديفولت على السويتش ده بيسبورت ايه، بيعمل لي اكس اور ما بين السورس والديستنيشن اي دي، ما بين ايه يا شباب؟ الديفولت هنا ان هو بيسبورت او ديفولت كونفيجريشن عليه يعني الالجوريزم هو السورس ديستنيشن اي بي. لو انت مش عاجبك ده ولقيت ان في يوتيلايزيشن على ابلينك معين لكن بقيه الابلينكس مفيش عليها يوتيلايزيشن، جاست ان انت بتغير المود، تمام، فهتيجي في الكونفيجريشن مود تقول له بورت شانل ان اللود بالانس اللي هنشتغل عليه السويتش اللي قدامي بيسبورت الاي بي والميك، مش بيسبورت البورت ولا بيسبورت اللي هي الكونفيجريشن الادفانسد اللي احنا لسه شايفينها في السلايد. واضحه؟ تعرف ازاي ان حصل عندك يوتيلايزيشن على انترفيس فيهم، تمام؟ هتيجي مثلا على سبيل المثال قلنا ممكن تشغل فيتشر زي نت فلو، ده فيتشر كده ممكن نشغله على سيسكو بحيث ان هو يمونيتور كل انترفيس استهلاكي عليه قد ايه، تمام؟ فيتشر بتشغله، تمام؟ وممكن تخليه كمان يرمي على سيرفر، تمام؟ او لو انت بقى دلوقتي حاجه على السريع ممكن تقول له وريني معلومات عن الانترفيس اللي هو سي مثلا اثر 0 على 0، هيقول لك هنا معلومات ضخمه جدا، مثلا على سبيل المثال عدد الباكتس الانبوت قد ايه، تمام، في استهلاك اخر قد ايه 5 مينتس سواء الانبوت او الاوتبوت، وتعمل نفس الكلام على الانترفيس اثر 0 اوفر 1 بحيث تعرف كل انترفيس عندك في حاله الانبوت وفي حاله الاوتبوت استهلاكك ليه قد ايه. وضحت الفكره؟ فلو لقيت الرقم مثلا ده في حاله مثلا الانبوت، فين الانبوت راح؟ لو لقيت الرقم ده بيزيد جدا جدا لكن على مستوى الانترفيس التاني مش بيزيد، يبقى معنى كده ان انت عندك يوتيلايزيشن على الابلينك ده والتاني لا، صح؟ تمام. طيب تضيف في ايه؟ اه عادي تضيف في عدد الابلينكس يعني. طب استنى اوقف الفيديو تاني انت يا بس كده بسرعه. لو نزلت دلوقتي تحت الانترفيس رينج مثلا اثر 0 على 0 لغايه 1، الامر بتاعي كان اخره ايه؟ ديزايرابل. لو جيت استخدم الهيلب
الديفولت ان انا شغاله في السايلنت مود. الديفولت اني شغاله ايه في السايلنت مود، لان في مود تاني اسمه نون سايلنت. تمام؟ بمعنى ايه؟ بص كده بيقول لك نون سايلنت ايه، ستارت نيجوشيشن بس ايه اونلي افتر داتا باكيتس ريسيفد، لما الطرف التاني يبدا انه يبعت لي داتا ساعتها هنعمل نيجوشيشن مع بعض ونقوم الاستر تشانل. وبالتالي لو في داتا ريرلي بتتبعت ما بين التو سويتشز الابلينك بتاعي هيقع، الاستر تشانل بتاعتي هتقع. تمام؟ نستنى لما تتبعت داتا تاني وبعد كده نقوم الاستر تشانل تاني. لكن سايلنت معناه ان الطرف اللي قصادي سواء بيبعت لي بورت اجريجيشن بروتوكول باكيتس او لا، تمام، المفترض ساعتها ان الاستر تشانل قايم باستمرار. سيسكو بتريكومند انهي مود؟ سيسكو بتريكومند النون سايلنت. سيسكو بتريكومند مين يا شباب؟ النون سايلنت مود. واضحه؟ طيب هنت كمان، انا عندي امر اسمه تشانل جروب وعندي امر تاني اسمه تشانل ايه؟ بروتوكول. هو انا دلوقتي كنت محتاجه ان انا اقوم اصلا او احدد البروتوكول اللي هتعامل معاه، مجرد ما قلت له ديزايربل هو عارف ان انا شغاله بالبورت اجريجيشن بروتوكول، صح؟ امال ايه لازمته بقى؟ جافت بس عشان بيحميك من المس كونفيجريشن. بمعنى الانترفيس اللي انت واقف تحتيه جيت بالغلط كنت عايز تضيفه جوه باندل ثانيه خالص، جيت بالغلط كنت عايز تضيفه جوه ايه يا شباب؟ باندل ثانيه. تمام؟ فقلت اخليه تبع اللي هي البروتوكول ده، مجرد ما تضغط انتر هيديك ايرور، بينبهك من نفسك يقول لك لا معلش المفترض دلوقتي ان التشانل جروب دي تبع او الانترفيس ده اسف تبع تشانل جروب برقم مختلف وبروتوكول مختلف. ما ينفعش ان نفس الانترفيس يشارك في اتنين باندل. حد تهمني كده في حاجه؟ تمام، نشغل فيديو في السؤال ده عشان السؤال ده حلو. هاني اللي من المنوفيه. تمام، بص يا باشا هقول لك على حاجه، انا دلوقتي في السيناريو ده قومت ايه؟ استر تشانل واحده بس. على فكره انا لسه قايله ان السبانينج تري هيتعامل معاك كانه انترفيس واحد، اقدر هنا اعمل ديسيبل للسبانينج تري عادي ما فيش اي مشاكل، لان احنا عارفين طبعا ان السبانينج تري بيحميني من المشاكل في حاله وجود اكتر من ابلينك ما بين التو سويتشز، انما خلاص انا بتعامل معاهم كانهم ايه؟ ابلينك واحد بس، وبالتالي ما فيش عندي اي مشاكل ان انا اعمل ايه؟ ديسيبل للسبانينج تري ما بينهم. انت ممكن تعمل ايه بقى؟ تجمع الاثنين دول جوه استر تشانل باندل سي مثلا رقمها واحد، ودول تجمعهم جوه اسر تشانل باندل برقم سي مثلا اتنين. وبالتالي لوجيكالي هاني التو سويتشز متهيئ لهم ان هم شغالين مع بعض ازاي؟ ان هم واصلين مع بعض باتنين ابلينك، وطالما اتنين ابلينك يبقى لازم السبانينج تري يشتغل ما بينهم عشان الداتا تتبعت على ابلينك واحد منهم والتاني لا. فامكانيه ينفع او ينفع عادي جدا ما فيش اي مشكله. في اسئله تانيه حلوه زي دي كده؟